طائرات مسيرة لبنانية، صواريخ فرد صوتية يمنية تحوم في سماء إسرائيل دون أن تنجح الدفاعات الجوية باعتراضها. الجيش الإسرائيلي أعلن أن مسيرة أطلقت من لبنان اخترقت الأجواء الإسرائيلية لأكثر من 10 دقائق ولمسافة 30 كيلومترا دون اعتراضها، ثم تنفجر في منطقة نهر الأردن في الجليل الأعلى. الحوثيون أطلقوا صاروخا فرد صوتي قطع أكثر من 2000 كيلومتر لاستهداف موقع عسكري في يافا. الجيش الإسرائيلي أقر بإخفاق دفاعاته باعتراضه وسقوطه في منطقة غير مأهولة قرب مطار بن غوريون، ما دفع مئات الآلاف من الإسرائيليين في مدن الوسط إلى الدخول إلى الملاجئ للمرة الأولى منذ شهور عدة. من بيروت العميد خليل الحلو الخبير العسكري والاستراتيجي، أهلا بك معنا. نبدأ من الصاروخ الصوتي اللي أطلق من قبل الحوثيين من جهة ما، يعني قطع تقريبا 2000 كيلو. طيب، في المفترض أن الولايات المتحدة لديها قدرة على اعتراض صواريخ، إسرائيل تتباهى بدفاعاتها الجوية، ما قصة هذا الصاروخ إذن حتى يصل من دون أن ينجح الجيش الإسرائيلي في اعتراضه؟ نعم، ليس هناك شيء واضح في هذا الموضوع، ودعني أولا أشرح كيف يتم رصد هذه الصواريخ. مهما هذا الصاروخ كان من طبقتين، والطبقة الثانية منه أي التي وصلت إلى الأجواء الإسرائيلية تعمل على الوقود السائل ويلزم لتعبئته على الأقل نصف ساعة، يعني هذه المدة الزمنية هي كافية لرصده من قبل الأقمار الصناعية، لأنه يجب أولا نقله من المخزن ووضعه على المنصة ووضعه في وضعية الرماية، يعني أن يكون عموديا، وتعبئته بالوقود وإطلاقه. يعني كل هذه الأمور تأخذ وقتا، ولا يمكن ألا تكون الأقمار الصناعية الأمريكية أو الإسرائيلية، يعني إسرائيل عندها على الأقل 5 أقمار صناعية عسكرية فوق المنطقة، وهي ترصد كل هذه البقعة الجغرافية، وبالتالي إذا رصد هذا الصاروخ، يعني لا يمكن ألا يكون قد رصد، ولكن ما هو الخلل الذي حصل لعدم اعتراضه في هذه المرحلة؟ نتحدث عن المرحلة التي تسبق الإطلاق. عند الإطلاق يبث الصاروخ يعني كمية من الحرارة كبيرة جدا، أيضا الأقمار الصناعية الأمريكية التي من المفترض أن تحذر الإسرائيليين لا يمكن إلا أن ترصدها، لأنها معدة لرصد هذا النوع من الصواريخ. هذا ثانيا. ثالثا، الرادارات البحرية الأمريكية ورادارات البحرية الإسرائيلية والرادارات الأرضية الإسرائيلية، يعني الحوثيون يتحدثون عن صاروخ فرد صوتي، لا أعرف إذا كان فعلا فرد صوتي هايبرسونيك، يعني المسافة يعني تزيد عن 2000 كيلومتر، يعني يفترض أنه إذا كان من النوع العادي بده على الأقل نصف ساعة أو أكثر، هم يقولون أنه قطع المسافة ب10 دقائق، ولكن هذا ليس مهما. المهم هو أن الرادارات التي من المفترض أن ترصده على طول المسار أكانت في البحر الأحمر أو على الأرض في منطقة الخليج أو في إسرائيل، لماذا لم ترصده؟ يعني هون يمكن أن نفسر تقنيا طيب، ماذا يمكن أن يكون قد حصل، لأنه بالضبط هذا ما السؤال في حدا الآن عنده جواب. ما في أجوبة، يعني ولا حتى إمكانية تفسير للاقتراب من الأجوبة ممكن. على الأقل في جواب ممكن هون، تفضل. الصواريخ التي لا تترك بصمات رادارية كبيرة هي مكونة من مواد مركبة كومبوزيت، يعني ليست معدنية. المواد التي هي ليست معدنية والتي يتقن الإيرانيون صنع الصواريخ منها، وهناك تقارير عدة بهذا الموضوع، تجعل من هذه الصواريخ صغيرة جدا من ناحية البصمة الرادارية. هذا تفسير أولي للموضوع. ثانيا، يمكن أن تكون يعني المساحة أو المسطح الذي يتكون منه جسم الصاروخ قد درس بطريقة متعرجة، يمكن أن لا يعني يبث أو يعيد إعكاس الموجات الرادارية. هؤلاء تفسيرات ممكنة، يعني هؤلاء أكيد ممكنين. هلأ عندما وصل هذا الصاروخ فوق الأجواء الإسرائيلية،
هنا رصد على الأكيد وتم اعتراضه بطريقة يعني عشوائية، ولذلك تضرر ولم ينفجر كما يفترض وانفصل إلى عدة جزئيات، وهذه الجزئيات تم اعتراضها أيضا من قبل منظومة القبة الحديدية، مع الإشارة أن المنظومة الإسرائيلية التي تعترض هذا النوع من الصواريخ اسمها بالعبري هتس، هتس 2 والهتس 3 يعني أي السهم، صحيح 2 أو 3 هي الأرو، وهذه المنظومة أثبتت فعاليتها ضد الصواريخ القادمة من اليمن، وتجدر الإشارة أن وزارة الدفاع الألمانية اشترت بما قيمته 3 مليارات دولار من هذه المنظومة، وكذلك وزارة الدفاع الفنلندية لأن هذه المنظومة أثبتت فعاليتها. ولكن رغم ذلك منذ سنة حتى الآن، يعني منذ بداية عملية طوفان الأقصى حتى الآن، هناك 3 صواريخ يمنية وصلت إلى الأجواء الإسرائيلية، واحد منها أصاب هدفا في تل أبيب. يعني هذا الصاروخ أتى من جهة الشرق، يعني الحوثيون ضللوا الإسرائيليين إذ أرسلوها أولا فوق القارة الأفريقية، ومن الممكن جدا أن يكون اجتاز إثيوبيا والسودان والصحراء المصرية ثم المتوسط، وأتى من جهة الشرق، لذلك الإسرائيليون رأوه ولكن لم يفهموا ما هو هذا الجسم الطائر الآتي من الشرق، لأنهم لم ينتظروا رمايات من هذه الجهة. الصاروخ الأول انفجر فوق إيلاد، هذا الثالث وصل يعني إلى العمق الإسرائيلي وطبعا لم يصب هدف. يعني بس شو بتقديرك يعني عندما يصل إلى منطقة يافا متأخرا، في تقديرك يعني هل كان من المفترض أن يكون الهدف حساس من الوزن الثقيل؟ طبعا يعني تجدر الإشارة أن هذه الصواريخ من النوع هيدا لا يمكن التحكم بها أثناء المسار، ما في صاروخ باليستي فيك توجهه أثناء المسار، يمكن برمجته مسبقا ويمكن تزويده بمعدات رادارية وغير رادارية يمكنها هي أن تبحث عن الهدف، ولكن الذي أطلق الصاروخ لا يمكنه التحكم به، وبالتالي يعني أكيد يعني وجه مسبقا ربما على وزارة الدفاع في تل أبيب أو على سكنات عسكرية كلها معروفة، يعني سكنات إسرائيل ما في شيء سري، ولكن يعني اعترض يعني الاعتراض أتى متأخرا، كان يجب أن يعترض فوق البحر الأحمر قبل دخوله إلى الأجواء الإسرائيلية، هذا لم يحصل ربما للأسباب التي ذكرتها، نعم. ربما لأسباب بشرية يعني إهمال من قبل الذين يعملون على هذه المنظومة، ربما خلل لدى الأمريكيين الذين يفترض أن يكونوا أول ناس شافوه الصاروخ أو رصدوه. طب السؤال الآن، إذا في أقاويل إنه الحوثيين بيقولوا وبيهددوا بأنه قد يطلقوا صواريخ وينقلوا يعني منصات إلى سوريا، هون شو يمكن أن يتغير؟ يعني بمعنى سوريا ستصبح عرضة إذا أكثر فأكثر لضربات إسرائيلية، ولكن في المقابل ما الذي سيزداد خطورة على إسرائيل لو صح وتحقق هذا الأمر؟ نعم، أولا يجب أن ندخل بتقنيات هذه الصواريخ، عندما يكون لديك صاروخ مثل هذا، يعني هذا شبيه بصاروخ شهاب 3 الإيراني ويكون مداه يفوق 2000 كيلومتر، لشو بدك تحطه بسوريا؟ يعني هذا غير منطقي، يعني عندما يوضع الصاروخ على الأراضي السورية أصبح قريب جدا من إسرائيل وأصبح ضمن مرمى الطيران الإسرائيلي بسهولة، وبالتالي لا يعني الذي سيريد أن يستعمله لا يستفيد من مداه، يعني لا جدوى منه إذا نشر قريب من الجبهة، ما بيفيد شيء زيادة، يعني هناك بلك الحديث عن أسلحة مختلفة، يعني نعم مختلفة أكيد، يعني هون حزب الله يمتلكها ولكنه لم يستعملها، حزب الله يمتلك صواريخ الفاتح 110 التي هي نسخة متطورة عن صاروخ زلزال 2، وصاروخ الفاتح 110 حزب الله يمتلكه على الأقل منذ العام 2018، بنيامين نتنياهو قال ذلك في الأمم المتحدة والسيد حسن نصر الله أكد هذا الأمر، والموفدون الأمريكيون الذين أتوا إلى لبنان منذ 6 سنوات حتى اليوم دائما يتحدثون عن هذه الصواريخ ويقولون أن حزب الله يمتلكها. الفاتح 110 صاروخ له 3 أنظمة توجيه، النظام التقليدي الجرافيتيشنال، النظام كهربائي بصري كهروبصري، ونظام بالجي بي اس، يعني وصاروخ فتاك جدا، سرعته
يعني يمكن أن يصل إلى 4 أضعاف سرعة الصوت، ويستطيع إذا أطلق من داخل الأراضي اللبنانية من شمال لبنان أو من شمال سوريا يمكنه خلال 4 أو 5 دقائق أن يصل إلى إسرائيل. يعني هذه صواريخ ممكن استعمالها من سوريا ولبنان، بل هي فعالة أكثر من الشهاب 3 الثقيل، يعني الحشوة المتفجرة 650 كيلو ويزن حوالي 15 طن. يعني هكذا صواريخ تستعمل من عن بعد، يعني من اليمن هذا منطقي، ولكن من سوريا هذا الصاروخ غير منطقي. الصواريخ الأخرى أكيد منطقية ويمتلكها حزب الله. أن يأتي الحوثيون إلى سوريا لاستعمال هذه الصواريخ، أيوة، لا أعتقد أن هذا منطقيا. يعني يمكن أن يكون حزب الله يستعملها ويتبناها الحوثيون، معقول، أو يطلقها الإيرانيون ويتبناها الحوثيون، معقول، ولكن لا أعتقد أن حزب الله بحاجة للحوثيين، أو الفصائل المتحالفة مع إيران والمنتشرة في سوريا بحاجة للحوثيين لإطلاق هذه الصواريخ. طيب انتهى الوقت، لأنه بس باختصار ولو بأقل من دقيقتين أو دقيقة ونصف، مرة أخرى مسيرة من لبنان تخترق الأجواء، بتمشي بتفوت ل 30 كيلومتر لعشر دقائق من دون رصدها، يعني كمان نعم. هل إسرائيل فعلا الآن عاجزة لرصد واعتراض هذه المسيرات، وما وظيفة هذه المسيرات؟ نعم، حزب الله طور جدا تقنيات استعمال المسيرات. هو يلهي منظومة الدفاع الصاروخي المتمثلة بالقبة الحديدية بواسطة صواريخ الكاتيوشا، وعندما تكون الرادارات منشغلة يمرر المسيرات. أولا المسيرات تطير على علو منخفض أكثر بكثير من صواريخ الكاتيوشا، يمكن التحكم بها وهي تطير بسرعة 200 أو 250 كيلومتر بالساعة. يعني هذا الصورة اللي عم نشوفها هلأ عندك على الفيديو واضح تماماً، هذه سرعة طيران بطيئة. ولذلك عندما يكون السرعة بطيئة بهذا الشكل ويتحكم بها عن بعد تصبح دقيقة جداً وخطيرة. يعني التحكم، يعني إسقاط المسيرات يتم بواسطة القبة الحديدية ويتم بواسطة التشويش الكهرومغناطيسي. هلأ هذه أمور فيها خلل، يعني ما في شيء 100% برد المسيرات. انظر إلى ما يحصل في أوكرانيا، أكان لدى روسيا التي يعني تستهدف بالمسيرات أو أوكرانيا التي تستهدف بالمسيرات؟ المسيرات اليوم سلاح كثير خطر على من يتعرض له، ولكن في السنوات القادمة أو الأشهر القادمة هناك عمل جاد تقنيا لإيجاد وسائل كفيلة بتحييد المسيرات. من بيروت العميد خليل الحلو، الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا لك.